بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم جميعا أخواتي الفاضلات، أمهات تلاميذ سنة أولى ابتدائي. كما وعدتكم إذا لنا لقاء في تقويم نموذج تقويم أو اختبار للفصل الأول بحول الله في اللغة العربية. فقط بالنسبة للأخوات الجديدات، أولا أرحب بكم، ثانيا توجد العدد من التقويمات السابقة أضعها لكم جميعها في التعليق المثبت. ثاني شيء أخواتي، لاحظت تراجع نوعا ما في مشاهدة فيديوهات الدروس، يعني كان الإقبال على فيديوهات التقويمات وتراجع على فيديوهات الدروس. أخواتي التلميذ، أنا أتفهم خوفكم، يعني خصوصا الأمهات لابنهم هذا هو الأول، لكن السنة أولى أقولها وأكررها دائما ولا أمل منها، راهي سنة تأسيس، سنة أولى سنة تأسيس، أني نفهم ابني في دروسه بالأخص الدروس المهمة، أنه يعود يعرف يكتب، يعرف يقرأ، يعرف مواضيع الحروف، هذا هو الأساس. التقويمات مجرد تقويمات باه نعرفوا مستوى التلميذ، يعني حتى على حسب مقرر الوزارة راهي ما كانش نقطة، ملاحظة فقط. بعض المعلمين يحطوا نقطة لأنهم شايفين مستوى قسمهم لا بأس به وحب يعمل اختبار، لكن في مقرر الوزارة مجرد تقويمات في هذا الفصل، ملاحظة يعني ليست نقطة. إذن اهتموا أخواتي بالدروس به يفهم التلاميذ دروسهم بشكل جيد. إذا راح نبدأ نشاطنا، النشاط الأول، النشاط اللي نكرره باستمرار، أكمل الحرف الناقص. هنا ماذا لدينا؟ لدينا هنا راح يعتمد أكثر شيء هنا على الصورة، لأني عاونتهم بالصورة، والهدف هنا من هذا النشاط هو التفريق بين ماذا؟ بين حرف الظاء والذالي، حرف الظاء الظاء عفوا و الذال، لأنه بعض التلاميذ هنا مازالوا يخلطوا خصوصا أنهم عملوهم متقاربين. هنا أضع حرف الضاد وحرف الذال في دائرة، وهذا النشاط متعودين عليه في دفتر الأنشطة، ديما يكرروه مع كل حرف، يكرروا هذا النشاط. إذن أرتب وأكون كلمة للأخوات الجديدات، الأخوات اللي معايا راهم عارفين الطريقة. قلنا ترتيب كلمة على ماذا يعتمد؟ يعتمد على موقع الحرف في الكلمة، يعني هذا الحرف يعرف مثلا ابني اللي هنا حرف الفاء في أول كلمة كيف يكتب، في وسط الكلمة كيف يكتب، في آخر الكلمة كيف يكتب، في وسط الكلمة إذا كان متصل كيف يكتب، وإذا كان منفصل كيف يكتب. إذن هذا الشيء الأول اللي يعتمد عليه. الشيء الثاني اللي نعتمد عليه قلنا أنه التاء المربوطة راهي دائما في آخر الكلمة، التنوين دائما في آخر الكلمة، الهمزة مثلا لا تكون أبدا في بداية الكلمة. احنا في اللغة العربية ما عندناش كلمات نبدأ كلمة بالهمزة، عفوا السكون، قلت الهمزة السكون، لا توجد كلمة تبدأ حرف ساكن نبدأ به الكلمة. إذن هنا ماذا لدينا؟ نا نا ذا في تون، هنا مثلا تاء راهي في الأخير، هنا مثلا هذا الحرف هذا الحرف راهو في الوسط، هذا الحرف في الوسط. اذا اجرب بنا وفي، ايهما في الاول؟ نقول مثلا في نافذة، لا ما تصلحش، اذا نافذة، وهكذا. وخليهم اخواتي، خليهم كل الكلمات راني جايبتها منين؟ من دفتر الانشطة، ما نخرجوش للطفل من دفتر الانشطة. هذا أيضا التمرين تعودوا عليه التلاميذ بشكل كبير. ماذا لدينا؟ أكتب كل كلمة في مكانها. هنا اللي عملت أكتبه، يعني الطفل هو الذي يكتبه. أكتب كل كلمة في مكانها المناسب. خيمة، ظهر، ذراع، نظارة، ذباب، خروف. هنا ماذا لدينا؟ أرتب لأحصل على جملة. هنا الأخوات الجمل راهم خاصين بالمقطع الرابع والخامس والسادس، يعني النموذج ككل خاص بالمقطع الرابع الخامس السادس. اللي ما وصلوش ومازالوا متأخرين كثير يرجعوا للنماذج السابقة، كانت خاصة بالمقاطع الأربعة الأولى. إذن أخواتي هذا هو تقويم، لن أطيل عليكم كثيرا، تقويم بسيط في متناول الجميع. روحوا للموقع، من الأفضل أنه يحلوا التلميذ كصفحة أفضل شيء،
والله الأخوات اللي ما عندهم شيخ أعيدوا كتابته كما هو ومدوا للطفل يتمرن عليه. فقد قلت الأخوات هذا راهو فايت المقطع الرابع، يعني المقطع الرابع الخامس والسادس، الفحص الطبي راهو المقطع السادس. إذن نقولكم في أمان الله، نلتقي.